السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب أجمعين. طبعا انشغلت بقى في زحمة رمضان، وبقالي فترة ما نزلتلكوش فيديوهات تعليمية أو أغاني اللي أنتم طالبينها، بس ما تقلقوش يعني أنا كاتباها عندي في لستة كده وموجودة يعني، بس هي مشكلة في التصوير، عندي وقت التصوير الوقت ضيق جدا عندي، فدلوقتي لقيت وقت كده فخطفت سريع الفيديو ده، فسجل لكم ان شاء الله دلوقتي تعليم عزف اغنية ليلة حب لأم كلثوم، لان دي اكتر حاجة اتطلبت، وكانوا توعدتكم ان انا انزلها قبل رمضان، بس جت ضغط رمضان والوقت يعني ضغط معايا فما عرفتش اسجلها، فيلا بينا نتعلمها دلوقتي وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. هنبدأ الاغنية على مقام نهاوند. أم كلثوم بتغنيها مقام نهاوند من درجة صول، لكن احنا هنعزفها دلوقتي مقام نهاوند من درجة دو، لأن أبعاده هتكون أسهل شوية لو الناس المبتدئين، كذلك مقام نهاوند الصول مع يعني كويس برضو أبعاده كويسة، لكن هنعزفها دلوقتي مقام نهاوند من درجة الدو لأن ده أسهل. هنبدأ بقى نشوف أبعاد المقام الأول زي كل مرة، وبعدين إيه نبدأ نعزف الأغنية. سامحوني بس صوتي البحة اللي في صوتي. يلا نبدأ. مقام نهاوند من درجة الدو هيبدأ من نغم الدو بالصباع الثالث على الوتر الأول، طبعا الكمانجة مظبوطة شرقي كل مرة بنور، صول ري صول ري، تمام. نبدأ دو بعدين مي بمول بالصباع الأول على الوتر الثاني، فا صول لا بمول سي بمول دو، فين الأبعاد؟ تاني دو سي لا صول فا مي ري دو، تمام. هنبدأ بقى نعزف بطيء واحدة واحدة كده من أول الموسيقى. بنقول إيه؟ الموسيقى هتبدأ من نغم الدو، هنبدأ دو الجواب، تمام، على الوتر الثالث بالصباع الثالث، يلا بطيء جدا. وبعدين في سلم بيقول ايه بقى؟ ري مي فا صول لا سي دو سي دو، تاني هنعيد السلم ده. السلم هيبدأ من نغمة ري القرار الوتر الثاني، هنعمله بطيء، ري مي فا صول لا سي دو سي دو ري دو، سي بكار في السلم ده، هنعيده تاني، ري مي فا صول لا سي دو سي دو ري دو. بعد كده هنعيد الموسيقى تاني اللي في الأول، لكن مش هنقول السلم، هنبدأ الموسيقى من دو الجواب زي ما بدأناها في الأول، دو مي ري دو سي لا صول دو صول سي فا لا مي فا لا صول فا مي ري دو فا ري مي دو فا ري مي دو. بعد كده بيبدأ بقى ايه سولو أكورديون، بيغير كده بقى إيقاع مقسوم تقريبا، إيقاع مقسوم، وبعدين بيبدأ سولو الأكورديون هيبدأ من نغمة سول بالصباع الثالث على الوتر الثاني أو سول وتر حار، تمام. هنبدأه بطيء برضو واحدة واحدة، سول 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 لا سول فا سول فا مي مي فا مي فا سول سول لا سول فا سول فا مي مي فا مي فا صول لا فا فا مي ري مي ري. نعيد تاني الجزء ده، صول 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 لا صول فا صول فا مي مي فا مي فا صول صول لا صول فا صول فا مي مي فا مي فا صول لا فا فا مي ري مي ري فا مي ري مي ري. تمام، نكمل من نغمة فا بقى بالصباع التاني على الوتر التاني، فا
بعدين في لازمة بتقول ايه او رد كده، مي ري دو ري دو. تمام، نعيد تاني الجزء ده. فا 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 سول فا مي فا مي ري ري مي ري مي فا فا سول فا مي فا مي ري ري مي ري مي فا سول مي مي ري دو ري دو. نكمل الجزء اللي بعده من نغمة مي بمول على الوتر التاني بالصباع الاول. مي 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 فا ري ري دو مي 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 فا ري ري دو. وبعدين نعيد الجزء ده تاني الأول. مي 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 فا ري ري دو مي 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 فا ري ري دو. وبعدين هندخل على نغمة سي بيكار الجزء اللي بعده، هنقوله بطيء. سي دو ري مي فا مي فا سول فا سول لا سول لا سي لا سي دو. السي بيكار لازقة في الدو. تاني الجزء ده على بعضه من أول نغمة مي. مي 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 فا ري ري دو مي 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 فا ري ري دو سي دو ري مي فا مي فا سول فا سول لا سول لا سي فا سي دو. بعد كده بيتعاد تاني سول الاكورديون ده اللي هو من اول نغمة سول. تمام، نكمل. بعد كده الموسيقى بتبقى اسرع شوية وبتبدأ من نغمة دو على الوتر الاول بالصباع التالت. نكمل، هنعملها بطيئة طبعا. دو ري مي ري دو ري مي ري دو دو ري مي ري دو ري مي ري لا بمول ري مي فا مي ري مي فا مي ري ري مي فا مي ري مي فا سول مي فا مي فا سول فا ري مي ري مي فا مي دو ري دو ري مي ري. وبعدين سول سي بيكار دو. معلش لو انا قلته بسرعه، هنعيده تاني بطريقه ابطا من نغمه دو زي ما قلنا تاني. دو ري مي ري دو ري مي ري دو دو ري مي ري دو ري مي ري لا ري مي فا مي ري مي فا مي ري ري مي فا مي ري مي فا سول مي فا مي فا سول فا ري مي ري مي فا مي دو ري دو ري مي ري. وننزل على وتر سول الجواب سولا سي دو سي بيكار. تمام، سولا سي دو. بعد كده بنعيد سولو الاكورديون اللي احنا قلناه من شوية، هنعيده كده في السريع علشان هنقول بعد سولو الجيتار بيقول ايه بقى. سول 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 لا سول فا سول فا مي مي فا مي فا سول سول لا سول فا سول فا مي مي فا مي فا سول لا فا فا مي ري 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 فا 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 سول فا مي فا مي ري ري مي ري مي فا فا سول فا مي فا مي ري ري مي ري مي فا سول مي مي ري دو ري دو مي 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 فا ري ري دو مي 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 فا ري ري دو سي دو ري مي فا مي فا سول سول لا سول لا سي لا سي دو. بعدها بقى سولو الجيتار بيقول ايه، بيبدأ من نغمة سول. تمام، سو سول دو ري مي فا سول سو سول دو ري مي فا لا سول سي لا سول فا سول. نعيد تاني الجزء ده واحدة واحدة. سو سول دو ري مي فا سول سو سول دو ري مي فا لا سول سي لا سول فا سول. نكمل من نغمة فا بالصباع التاني. فا 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 ري مي فا سول فا 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 ري مي فا سول فا مي ري فا مي ري دو ري دو سي دو. تمام، نعيد تاني الجزء التاني ده من نغمة فا. فا 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 ري مي فا سول فا 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 ري مي فا سول فا مي ري فا مي ري
بعد كده بنعمل ايه علشان بنعمل النغمات دي؟ دو سي لا سول، دو سي لا سول. هنحاول بقى دلوقتي المقام بياتي من درجة السول، تمام؟ فهنعملها دو سي لا سيكا، تمام؟ دو سي بمول لا سيكا، لا نص بمول مكانها فين؟ نراجع تاني، لا بمول على اول الوتر السول، لا بيكار ده مكانها، اللا سيكا بتكون في النص بينهم، تمام؟ نبدأ بقى سولو اللي هو على مقام البياتي، تقريبا بيكون سولو أورج، هيبدأ من نغمة ري الجواب الوتر الأخير، تمام؟ نبدأ واحدة واحدة كده وما ننساش اللا نص بمول أو اللا سيكا علشان يكون مظبوط، تمام؟ نبدأ بطيء من نغمة ري. ري دو ري دو دو سي دو سي سي لا لا سول، تاني ري دو ري دو دو سي دو سي سي لا لا سول، بيتعاد مرتين. نكمل من نغمة لا سيكا، لا سي دو سي دو سي سي لا لا سول، لا سي دو سي ري سي سي لا لا سول. نعيد الجزء ده تاني، لا سي دو نكمل من نغمة المي بمول على الوتر الأخير. مي ري مي فا ري دو ري دو ري مي دو سي دو سي دو ري سي لا سول لا سي دو سول، تمام؟ هنعيده على بعضه، معلش هو مش صعب بس واحدة واحدة، واكتبوا النوتة الأول قدامكم قبل ما تبدأوا تعزفوه هيكون سهل. هنبدأ تاني بطيء من أول سولو البياتي، ري دو ري دو دو سي دو سي سي لا لا سول، ري دو ري دو دو سي دو سي سي لا لا سول. نكمل لا سي دو سي دو سي سي لا لا سول، لا سي دو سي ري سي سي لا لا سول. بعدين مي بمول، مي مي فا ري دو ري دو ري مي دو كده، خلص سولو البياتي. بعد كده بنكمل برضو جملتين على بياتي السول، سول دو سول سول دو دو، تاني سول دو سول سول دو دو، بنرد نقول ايه بعدها من نغمة ري بقى الجواب، ري دو دو سي دو سي لا سول دو دو، تاني الجملة دي ري دو دو سي دو سي لا سول دو دو، نكمل سول سي لا سول فا سي سي، بعدين ري دو دو سي دو سي لا سول لا سي دو سول. هنعيد تاني الجزء ده على بعضه، سول دو سي لا سول دو، بعدين نغمة ري الجواب، ري دو دو سي دو سي لا سول دو دو، نكمل سول سي لا سول فا سي سي، بعدين ري الجواب، ري دو دو سي دو سي لا سول لا سي دو سول، تمام؟ بعد كده بعد الجزء ده بيعيد سول البياتي تاني اللي احنا عملناه من شويه، مش هعيدهولكم علشان ما تزهقوش من التكرار الكتير، لكن نرجعوا الفيديو هتلاقوه يعني اللي هو السول البياتي بعد كده، بس احنا هنضطر نعيده للاسف عشان القفله، يعني عشان اعيدهولكم عشان تعرفوا بيدخل ازاي مع القفله او مع تسليمه الغناء، تمام؟ هنعيده في السريع كده، كده الغناء تسليمة الغناء بقى هنعمل ايه؟ هتكون بقى على مقام الاغنية الاساسي مقام النهاوند اللي هي تسليمة الغناء،
هتبدأ من نغمة دو الجواب على وتر الصور الثالث، هنعملها برضو بالبطيء. دو سي دو مي سي لا سول فا، دو سي لا سول مي ري دو. تاني دو سي دو مي سي لا سول فا، دو سي لا سول مي ري دو. المرة الثالثة بنعيدها بقى وبنعمل ايه؟ دو سي كده، بتكون خلصت الموسيقى وبتبدأ بقى كلام الغناء. أتمنى أتمنى إن هي تكون واضحة بالنسبة لكم، أو عرفت أوصلها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندكم أي سؤال أو أي تعليق اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله أنا معاكم يعني. بس اعذروني على تأخيري في الرد أو تأخيري في الأغاني المطلوبة، علشان بس الوقت ضيق شوية خاصة في رمضان يعني. ان شاء الله يعني هطلع لكم تاني في رمضان فيديوهات، بس بعد رمضان هيكون الفيديوهات اسرع وكتيره وكده، ان هتشوفوني كتير هتزهقوا مني ان شاء الله يعني. بس وشكرا ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله.